السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وضيف جديد ومعلومات جديدة من برنامج كلمة فصفى. كتير من الآباء والأمهات لسه عندهم تخوف من موضوع التعليم الأونلاين أو التعليم عن بعد، عشان كده موضوع حلقتنا النهاردة عن أو عنوان حلقتنا النهاردة عن كيف يتعلم الطفل ويحفظ القرآن أونلاين، مع ضيفة حلقتنا اللي مشرفانا النهاردة وهي مؤسسة أكاديمية ريحانة القرآن ومعلمة القرآن واللغة العربية للعرب والأجانب، المعلمة حياة السبيعي. أهلا بحضرتك أستاذة حياة. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية أستاذة حياة، أنا مبسوطة أن حضرتك قبلتي دعوتنا النهاردة عشان نطمن مشاهدينا في جزئية التعليم أونلاين. شكرا لك يا استاذه مها، انا سعيده جدا بوجودي معاكي. احنا اسعدك. طيب كلميني عن فكره حضرتك في البدايه، ان موضوع تاسيس اكاديميه ريحانه القران، كلميني عن فكره تاسيسها من الاساس. الحقيقه انا بعلم قران بقالي فتره طويله بس اوفلاين يعني، وبعدين طبعا بدات الحمد لله من كذا سنه بدات اشتغل على الاونلاين يعني. فبدا الناس كتيره قوي واعداد كتيره وكذا حد عايز يتعلم معايا، وطبعا الوقت لا يتسع لده، فقلت طب ليه ما نعملش مثلا فريق، يبقى انا ومعلمات تانية معايا والموضوع يتسع وينتشر ويبقى الخير يعم بشكل اكبر يعني. فالحمد لله عرضت الفكره على كذا صديقه من صديقاتي، ما شاء الله هم مؤهلات يعني لده، وهنتكلم ده ان شاء الله لاحقا. لسه هسال حضرتك اكيد. فالحمد لله رحبوا جدا بالفكره واتبسطوا بيها، الناس بدات تيجي، عملنا بقى بلاتفورم، عملنا ويب سايت، عملنا صفحه فيسبوك، بدا الناس بقى الاعداد تزيد والطلاب يزيدوا والمعلمات تزيد. الحمد لله الموضوع بدا بعدد يعني، بدانا يعتبر بست طالبات بس. الحمد لله احنا دلوقتي ما شاء الله يعني الحمد لله. طب هل الفكره دي جت لحضرتك في فتره او في فتره قبل كده يعني، مش فتره او في زمن كورونا؟ يعتبر الفتره دي زمن الكورونا يعني، احنا بقالنا شغالين في السنه الثانيه الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يزيدك ان شاء الله. طيب كلميني عن هل المعلمات اللي مع حضرتك مؤهلين لده، وحضرتك برضو مؤهله لده علميا؟ الحقيقه مش اي حد بيعرف يقرا القران بشكل صحيح مثلا يعني يقدر ان هو كده. انا سالت حضرتك بالظبط كده، هو الموضوع محتاج يكون مؤهل، دارس احكام التجويد، دارس. احنا الحمد لله معلماتنا كلهم يعني يعتبر مجازات بسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أزهريات، وفي منهم طالبات معهد القراءات. بالنسبة لي الحمد لله مجازة في قراءات، عدة قراءات يعني الحمد لله. حتى كمان أنا برضو معايا سيرتيفيكيت من الـ AUC في teaching Arabic as a language، نعم as a foreign language يعني، عشان أدرس العربي كمان للأجانب. ف الحمد لله كلنا يعني كده بنفس الطريقه، كلنا مجازات، كلنا ازهريات الحمد لله، عشان نقدر نوصل القران بشكل صحيح. ما شاء الله، واكيد القران الكريم يحتاج لناس متخصصين فيه علميا وادبيا وثقافيا عشان صحيح. ما يبقاش فيه تخريف. بالظبط كده بالظبط. طيب كلميني بشكل اوضح عن اكاديميه ريحانه القران. دلوقتي بالنسبه للاطفال وتعليم الاطفال فيها بيكون في طريق عن طريق الاونلاين، بيكون للكبار والاطفال ولا بتختص في الاطفال بس؟ الحمد لله احنا عندنا ثلاث اقسام، قسم البرامج الصغيره من 4 سنوات ل10 سنوات، اولاد وبنات. عندنا بعد كده الريحانات الصغيره اللي هي سن البنات المتوسط برضو، وعندنا بقى ان شاء الله السن الاكبر يعني، ما شاء الله معانا ناس 40 50 سنه تبارك الله، ولادهم بقى هم اللي بيدخلوهم ان هم يتعلموا القران معانا، هم بقى اللي بيظبطوا لهم، بيتشجعوا من ده لما بيلاقوا اطفالهم مع حضرتك. طبعا الحمد لله احنا عندنا ما شاء الله تبارك الله، ممكن مثلا تبقى ام معاها ابنها بيحفظ معانا، وام معاها ابن خالتها يعني، ولاد قرايب مثلا صحاب. الامهات بقى بتقول للبعض، والحمد لله الموضوع بيبقى ظريف يعني. ازاي بتتعاملوا مع الاطفال فكره الاونلاين، ان هم يقعدوا يتعلموا اونلاين؟ لسه في ناس متخوفه او الاباء والامهات متخوفه من الجزئيه دي، لانهم متعودين دايما يمسكوا الموبايل او يقعدوا على اللاب العاب فقط. ازاي بتتعاملي مع الاطفال يبداوا يستجابوا مع اكاديميه ريحانه القران؟ الحقيقه هو في فروق فرديه بين الاطفال، مش كل الاطفال بتستجيب من اول مره. في طفل مثلا من اول مره، ماما انا مبسوط جدا، امتى هدخل تاني؟ بيحب المعلم، حبها يعني ان هي ظريفه. طبعا احنا عندنا طبعا مبدا الف ثم عرف ثم كلف، مش بندخل على طول كده يعني في الموضوع، لازم نحبب الطفل الاول، انا كذا وهل هنلعب مع بعض وهنتعلم القران مع بعض، بيبقى الموضوع كده ايه بشكل مرح شويه. في اطفال بتستجيب من اول مره، في اطفال بتحتاج مره واثنين، والحمد لله الموضوع بيبقى كويس بعدها. بالنسبه لسؤال حضرتك، بسم الله
سؤال حضرتك يعني الناس اطمنها ازاي؟ هو الموضوع بيوفر مجهود. طب قبل ما نطمنهم تعالي نطمنهم بشكل تاني، معلش انا خدت. تمام، مفيش مشكله مفيش مشكله، اتفضلي. طيب هقول لحضرتك احنا هنطمنهم بالفيديو اللي معايا، بس انا عايزه حضرتك تكلميني في الجزئيه الخاصه بالاكاديميه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي بتتعاملي مع الطفل، وبعد كده انا عايزه اوريهم النتيجه دي معانا على الشاشه. اتفضلي. تمام. زي ما قلت لحضرتك احنا بنحبب الطفل الاول في الحلقه، مين المعلمه اللي بتشتغل معاه، دي معلمه كذا وهنلعب مع بعض وهنتعلم القران. يعني الموضوع بيبقى مرح في البدايه، ما اقدرش ان انا ابدا اقول له يلا احفظ على طول. طب انا مين اصلا؟ يعني ايه القران اصلا؟ ده حاجه جميله، بنبقى شاطرين بقى في القران، بنبقى شاطرين في المدرسه كمان، بنتعلم القران ده عشان ربنا يحبنا، ونفضل نتكلم عن فضل القران في البدايه. ما شاء الله عليكي. طيب نشوف الفيديو اللي معانا ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لكم بعد عرض الفيديو الجميل للبنوت الجميله اللي وصلت مع اكاديميه ريحانه للمستوى في الحفظ ونطق الكلمات للقران الكريم. استاذه حياه، كلميني عن البنوته اللي كانت معانا وعن استجابتها معاكي لحصولها على طريقتها دي في القران الكريم. الحمد لله، هو المعلمات ما شاء الله بيبذلوا مجهود كبير، والبنوته كمان عندها هي قابليه يعني ما شاء الله انها تتعلم. الحمد لله ربنا يعني من علينا ان الاطفال بتحب المعلمات، فبالتالي بتقبل منها، فبتاخد نفس طريقتها، بتاخد نفس قراءتها، عشان ما شاء الله حباها هي حباها، مثلها الاعلى في القران الكريم. بالظبط كده. طيب برضو هنتكلم عن اكاديميه ريحانه القران، ازاي بتقدروا تتعاملوا مع الاطفال، وازاي بيكون في حجوزات؟ طبعا الحجوزات دي عشان برضو قبل ما انسى، بيبقى معانا انا طبعا بعد اذن حضرتك عرضنا ارقام التليفونات على الشاشه والموقع للتواصل موجوده على الشاشه قدام حضراتكم لحجز او لاي استفسار عن القران الكريم مع استاذه حياه او مع اي معلمه من اكاديميات ريحانه القران، اكيد مش هياثروا مع حضراتكم في اي استفسار. استاذه حياه، هل ده بيكون او الحجوزات دي مقتصره في مصر فقط ولا خارج البلاد؟ لا الحمد لله في مصر وخارج مصر. طيب كلميني عن الاكاديميه اكتر، لان حضرتك اكتر حد عارف قد ايه بتتعبوا فيها عشان توصلوا الاطفال للمستوى ده. الحقيقه الفضل لله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ثم للمعلمات في فريق العمل. الحقيقه هم فعلا فعلا بيبذلوا مجهود كبير جدا. ليه؟ حضرتك لو الطفل قدامك شايفاه، فبتقدري توصلي له المعلومه، تسمعيه وتحفظيه، بتبذلي مجهود مضاعف لانك مش شايفاه، لانه مش معاكي في الواقع يعني، فبتبذل مجهود كبير جدا عشان ينتبه ليها، عشان يكون معاها بكامل حواسه، سامعها وشايفها وبيقرا معاها، بيسمع معاها، بيراجع معاها. فالمعلمات الحقيقه بتبذل مجهود كبير جدا جدا، وانا من هنا طبعا حابه اشكرهم شكر كبير كبير، يعني ربنا يجازيهم خير ويتقبل منهم ويجعله في ميزان حسناتهم ان شاء الله. واياكم جميعا يا رب العالمين، ويجازيكم كلكم على هذا العمل الجميل. استاذه حياه، موضوع التعليم اونلاين فكره يمكن امهات واباء كتير متخوفين من الجزئيه دي، وعايزه اتكلم في الحته دي معلش. دلوقتي موضوع الاونلاين في اولياء امور يقولوا لك ايه، طب ازاي هتقدري تتواصلي مع عقليه الطفل يحفظ مع حضرتك؟ ازاي هتقدري الطفل، اصلي معروف ان الطفل بيبقى فيه مدرس قاعد فبيبقى راهب الموضوع ده. في ناس مش فاهمه او مش مستوعبه ان قعده المدرس قدام الطفل تخليه الجزء الخوف عنده او الكيرف الخوف عنده يعلى شويه، فما بيستجبش بسرعه مع المدرس. فهل ده ممكن يكون ليه نتيجه عكسيه او اثر سلبي في التعليم الاونلاين، ولا حضرتك شايفه ان التعليم الاونلاين معظمه مزايا زي ما انا شايفه بصراحه؟ الحقيقه هو طبعا الناس هي ممكن كمان يعني تجاوب على السؤال ده، ان ناس كتيره قوي ما كانتش بتستخدم اي حاجه من وسائل التواصل، لا زوم ولا تعرف ازاي، ممكن مش متخيله ازاي الولاد يكملوا المدرسه مثلا اونلاين، مش متخيلين ازاي اعلمهم. فالحمد لله الفكره بالفعل بقت مطبقه، والناس بدات ان هي تستعيد عن يعني عن الاوفلاين بالاونلاين في مجالات كتيره، مش بس في مجال القران. بالنسبه بقى لمجال القران، الحمد لله بفضل الله الموضوع فيه نوع من انواع بدي مسؤوليه للطفل. هو عارف ميعاد حلقته، هو حابب الحلقه منتظرها، يعني
الحمد لله بفضل الله. في بعض الاطفال مثلا احنا النهارده خارجين، لا معلش انا عندي النهارده ميعاد مع ده حقيقي يعني زي الدرس بالظبط كده، انا عندي ميعاد لا مش هينفع نخرج النهارده، والاهالي بيحترموا رغبه الولاد في ان هم لا احنا النهارده خلاص دي مواعيد مقدسه، فبيبقى في مسؤوليه، الطفل عنده مسؤوليه ان انا بدخل، مش انا المدرس جاي لي ولازم هضطر اقعد، لا هو بيدخل وعارف اللينك بتاعه وبيدخل عليه، بيدخل يحفظ بكل محبه يعني، هو حاجه مش مفروض عليه ابدا، هو حاببها يعني، والطفل مش عايز الحاجه تتفرد عليه عشان يقدر يتعامل معاها صح او يعملها بشكل محبب ليه. حقيقي. طيب بالنسبه برضو لجزئيه الطفل والحصص، تقريبا بيكون مع حضرتك في الاونلاين او في اللايف تقريبا كم طفل مثلا؟ والله احنا عندنا 1 تو 1 يعني حلقه يعني فرديه وحاجه جروب يعني مع بعض. الحلقه الفرديه بتبقى المعلمه والطفل بس. طب خلينا نتكلم عن الجروب مثلا مع بعض. تمام. هل بتنسقي المواعيد دي؟ اصل انا بتكلم عن الجزئيه دي ليه؟ لان انا ام، فاكيد النقطه دي برضو بتهمني، مواعيدي مع مواعيد المدرسه بتاعه الخاصه باطفالي بيهمني قوي. هل ترتيب المواعيد ده بيكون مع اولياء الامور بالمواعيد اللي سامحه مع حضراتكم وبقيه الامهات للجروب؟ الحقيقه ان احنا بنخلي موضوع الجروب ده ازاي، مثلا مجموعه صحاب مع بعض، مجموعه قرايب مع بعض، يعني هما بيكونوا جايين مع بعض مجموعه، انا وبنت خالي وصاحبتي كذا داخلين كلنا مع بعض وحابين ميعاد ده مناسبنا، الميعاد الصباحي او المسائي، وبنبدا ننسق المواعيد المناسبه مع المعلمه. احنا عندنا معلمات للصباحي، معلمات للمسائي، لان طبعا في معلمات تشتغل في مدارس مثلا وكده، فبالتالي بنشوف المناسب بقى وننسق مع بعض المواعيد. في طلبات او حجوزات بتيجي لحضرتك من بلد بره لتعليم اللغه والقران الكريم؟ طبعا احنا قلنا ده عشان برضو ما حدش يقول ان احنا بنردد السؤال، بس انا عايزه اسمع من حضرتك ايه هي الاسئله الصعبه اللي بتيجي من الدول الخارجيه لحضرتك لتعليم اللغه العربيه، بالذات لو حد ما بيعرفش العربي خالص، دي بتبقى شويه صعبه، بتتعبك. يعني انه ازاي هنتواصل مع بعض، احنا مش عايزين نستخدم اللغه الوسيطه، مش عايزين نستخدم العربي، عايزين يبقى الموضوع ايه، يعني كله يعني مش عايزين نستخدم الانجليش عشان احنا بنعلم العربي. فبالتالي بنستخدم الصور، بنستخدم اننا نتواصل في الاول برضو انجليش شويه وبعد كده نبدا نتكلم عربي مع بعض، هي بتبقى في رهبه شويه. اللي جاي لك مش عارف هو فعلا هيتعلم، فعلا هيقدر ان هو يقرا بشكل صحيح اللغه العربيه او يتعلم القران، فهو بس بعد كده الحمد لله الامور بتبقى يسيره يعني الحمد لله. طيب هل التعليم العربي بيبقى اساس القران الكريم؟ والله حسب رغبه الطالب، هو مش كل الناس بتيجي عايز تعلم القران، في ناس عايز تعلم عربي بس عشان تقدر تتواصل، مسافره في دوله معينه، مسافره تبقى حابه تتعلم عربي بس، لا خصوصا الفرق في الديانه اكيد بيتعرض برضو عليه كده. لا يعني حد عايز يتعلم عربي متاح، حد عايز يتعلم قران او عربي قران، حسب رغبه الطالب اللي جاي لك، مش كلهم بيتعلموا قران، طالبين قران وعربي مع بعض. نصيحتك ايه للامهات مع اطفالها اللي هي بتبقى مثلا انا هدي لابني او بنتي اونلاين اوكي، بس هي نفسها من جوه لسه الموضوع فيه تخوف، حضرتك تنصحيها تتعامل مع الابن ازاي عشان يقدر يتواصل مع حضرتك؟ لان اكيد الاباء والامهات بيبقى عليهم برضو مسؤوليه. صحيح. هي تجرب وتشوف، هو الطفل ماسك التليفون او سواء طفل او حد يعني ريحانه كبيره مثلا، بالمناسبه بقى ايوه عايزه تساليني ريحانه، اتفضلي. جزئيه التعليم مع في الاكاديمي في اكاديميه ريحانه القران الاعمار من اطفال صغيره او كبار، حضرتك من شويه قلتي لي لحد 40 سنه، اسمائهم ايه في الاكاديميه؟ احنا عندنا عشان عاجبني قوي اسمائهم. ربنا يبارك فيك. احنا عندنا الصغيرين بنسميهم البراعم، يعني البراعم دي الزهور اللي لسه صغيره بتكبر يعني، وعندنا الريحانه، الريحانه دي مستوحاه من النبته الجميله بتعمل ريحه حلوه، هي بس مش في ريحه في ذاتها، لا بتفيض على من حولها، ان هي ايه زي الشاعر ما بيقول وريحان النبات يموت يوما وليس يموت ريحان المقالي، فالحد يعني الكلمه الجميله هتفضل موجوده، فالبنت الريحانه بتعلم القران هي زي الزهره الجميله اللي بتفيض بالعطر حوالينا، اللي هنقوله بالعربي كده السن المحير بمعنى اصح. مثلا بالظبط كده، بتبقى المعلمه صاحبتها، بتبقى ودوده معاها ولطيفه معاها، مش بس جايين نتعلم ونمشي، لا هي بتبقى الموضوع ايه فيه موده يعني. بالنسبه بقى للاسم كمان برضو الايه الجميله، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم،
ده اختيارك لاسم بقى استاذ العظيم، ده اختيارك لاسم الاكاديميه بالظبط كده. فهي الريحانه بتبقى كده، احنا بنسمي البنوته اللي بتتعلم القراءه الريحانه، والصغيرين بنسميهم البراعم. طيب ازاي بتتعاملي مع البراعم وازاي بتتعاملي مع الريحانات للاكاديميه؟ عندنا فريق للبراعم، معلمات متخصصه مع السن ده بس، مش بتدي الاكبر، وعندنا معلمات يعني عندها قدره على فهم السن زي ما حضرتك قلتي السن المحير ده. اه بالظبط، يعني هي احنا عندنا اقسام للمعلمات كمان، مش بس يعني مش المعلمه لكله، في معلمه ما شاء الله ممكن تبقى الاثنين مفيش مشكله، بس لا احنا عندنا معلمات البرايم ليها نظام معين وليها اسلوب معين، ومعلمات الريحانات ليها اسلوب معين برضو. طيب كلميني برضو بشكل اوضح عن ريحانه القران الكريم، لان انا حابه اتعمق فيها كاني معلمه مع حضراتكم، لان انا عارفه قد ايه الموضوع مجهد، مش مجرد تعليم اونلاين ان انا بفتح بقضي الفتره الزمنيه من التعليم او حفظ القران الكريم وخلاص بنقفل على كده. كلميني عن تعبكم ومجهودكم بالنسبه لحضرتك والمعلمات اللي معاكي. الحقيقه احنا يعني احنا فريق من معلمات ومشرفات، احنا معانا فريق مشرفات اللي بيشرف على اداره الحلقه، التنسيق بين الطلبه والمعلمين. طبعا يعني انا حابه اشكرهم، معلش يعني تسمحي لي ان انا اشكرهم شكر كبير جدا، ربنا يتقبل منهم ويجزيهم خير على راسهم استاذه نسمه، استاذه شروق، استاذه نوره، استاذه اروى، يعني ناس بتتعب بجد، بتبذل مجهود حقيقي كبير جدا. واستاذه حياه برضه مع حضرتك. لا الحقيقه انا اقل يعني انا من غيرهم ولا حاجه، فخلينا نتفق ان هم ليهم دور وعامل مهم جدا في التنسيق ما بين الطالب، طب عايز الميعاد ده، لا في هنا مشكله، في هنا تاخير، في يعني في والمعلمات ربنا يجزيهم خير، هم فعلا فعلا بيبذلوا مجهود كبير جدا يشكروا عليه الحقيقه. ربنا يرضى عنهم ويجزيهم خير يا رب. ربنا يجزيكم كلكم خير على هذا العمل، لان بجد مهما كان الاسعار مع حضراتكم قليل على حفظ القرآن الكريم بالصورة اللي احنا عرضنا بيها الفيديو للبنت، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يعني. طيب عايزة حبة نصائح كتير كده او شوية نصائح كتير كده للآباء اللي لسه او الآباء والأمهات اللي لسه عندهم تخوف من موضوع الأونلاين، لأن احنا اتكلمنا فيه قبل كده وهنفضل نتكلم في الموضوع ده. تمام. والله الموضوع بسيط ويسير، وممكن نجرب، احنا مش بنخسر حاجة أبدا إن احنا نجرب حاجة زي كده، ممكن نجرب ونشوف الموضوع هيكون عامل ازاي. كده كده هو ماسك التليفون طول الوقت، يعني الاطفال بتضيع وقت كتير قوي على التليفون وبدون فائده، فانا ممكن ناخد جزء واستفيد بالوقت ده في تعلم القران، في تعلم التجويد. عندنا كمان نور البيان، الاطفال اللي عايزه تتعلم كتابه، قراءه الحروف العربيه، الاطفال الصغيرين اللي لسه بادئين يعني، ف بستثمر في عمرهم وفي وقتهم، وده كله في ميزان حسناتي انا كوليه امر الطفل. يعني عايزه اقول لاكاديميه ريحانه القران ولكل القائمين على هذا العمل شكر خاص مني ليهم، وبأتمنى لكم التوفيق يا رب ومزيد من التوفيق من عند ربنا ان شاء الله. وشرفتيني يا استاذه حياه بجد، كان لقاء خفيف جدا 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 على مشاهدينا، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نطمنكم. واللي عايز يتواصل مع استاذه حياه او مع اكاديميه ريحانه القران، عندكم ارقام التليفونات، عن رقم التليفون، عندكم اسماء المواقع الخاصه بالاكاديميه، عندنا برضه اهو على الشاشه الرقم برضه معروض. شرفتيني يا استاذه حياه. الشرف لي، ربنا يبارك فيك يا استاذه وجزاك الله خيرا. شكرا جزيلا ان شاء الله. أعزائي المشاهدين للأسف حلقتنا خلصت. أعتذر. للأسف حلقتنا خلصت النهاردة، وعايزة أقول لكم إن شاء الله يوم الثلاثاء الجاي هيكون معنا مدير مركز الروسي للتدريب والعلوم الصحية الأستاذ محمد شرنوبي زيدان. ألقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي.